أنا أول مرة صراحة بحضر يعني فيلم سينما، لأنه ما بتشجع لهيك شيء، لأنه كتير اللي بتمشي الإيفنتس بمؤثرات صوتية، بيعملوا الحدث بدون ما يعبروا من خلال الكلام لحتى نحن نفهم شو اللي عم بيصير، فما بنتشجع لنحضر هيك شيء. اليوم لما قالوا لنا في فيلم فيه وصف صوتي بتعلق فينا كمكفوفين، حسينا إنه في حدا مهتم فينا.